يسعد صباحكم من جديد مشاهدينا. اجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة أنحاء بريطانيا إلى حد أثر على انتظام حركة الطيران والسفر بسبب العاصفة اللي سموها كيارا، وعمت فيضانات على نطاق واسع مما أدى إلى إطلاق تحذير مشدد من قبل هيئة الأرصاد الجوية في بريطانيا، وهذا طبعا التحذير يشير إلى وجود خطر على الحياة جراء سوء الأحوال الجوية. العديد من العشرات من الرحلات ألغيت، وأصدرت خطوط السكك الحديدية توصيات للركاب بتفادي السفر أثناء العاصفة. أكثر من 20 طائرة لم تنجح بالهبوط في مطار هيثرو بلندن، مما استدعى إعادة التجربة وتحويلها لمطارات أو تحويلها طبعا لمطارات أخرى نتيجة العاصفة سيارة التي تضرب أوروبا. ولكن قائد الملكية الأردنية الكابتن سيف التل نجح بالهبوط بطائرته دريم لاينر 787 من أول مرة. نتابع. إذن هذه الطائرة الأردنية تابعة للملكية الأردنية، ويقودها أحد قادة الطائرات سيف التل، اللي يعني هذا الفيديو يمكن تم تناقله بشكل واسع يوم أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، يدل على المهنية والحرفية الكبيرة اللي بيتمتع فيها الطيار الأردني والمواطن الأردني وين ما كان. دائما هو مثال للتميز، للإبداع، لتقديم كل ما لا يمكن تقديمه في مختلف الأجواء، في مختلف الأحوال والظروف، ومهما قست هذه الظروف. تحية للشركة الأردنية التي تعتبر يعني واجهة الأردن فيما يتعلق بموضوع الطيران الملكية الأردنية، وأيضا للكابتن سيف اللي أصبح ترند يتناقله الكثير من المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. راح ننتقل لخبر آخر ويتعلق بجائزة أوسكار اللي لطالما ارتبطت بالإنتاجات الأمريكية، لكن في ليلة أول من أمس الأحد فك هذا الارتباط، حيث حقق الفيلم الكوري الجنوبي باراسايت المفاجأة وتمكن من صناعة علامة فارقة في تاريخ الفن والسينما، عندما استطاع تحقيق 4 جوائز كبرى في سباق الأوسكار لهذا العام في حفل توزيع الجوائز الذي أقامته أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية. وأفاز الفيلم بجائزة الأوسكار لأفضل سيناريو أصلي، وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وجائزة أفضل مخرج للمخرج بونغ جون هو، وجائزة أفضل فيلم، ليصبح بذلك أول فيلم أجنبي في التاريخ ينال جائزة الأوسكار لأفضل فيلم. الأردن ب 2016 يمكن كان مع موعد مع جائزة الأوسكار، ترشح فيلم ذيب زي ما بنذكره، الفيلم الأردني اللي جسد الهوية الوطنية الأردنية البدوية، ووصل هذا الفيلم لقلوب الملايين حول العالم وحصل على عدة جوائز وترشح للأوسكار، لكن لم يحالف الحظ. يمكن كانت هي نقطة تحول فيما يتعلق بالسينما الأردنية. نهاية فقرة أخبار من هنا وهناك، عودة مرة أخرى إلى لانا ودانا، الكلمة لكم.